اسمحوا لي ان ارحب باستاذنا استاذ الجميع استاذ الكل استاذنا استاذ دكتور حسام وفي هذا يوم عيد يا استاذنا. اهلا بيك. ايش يا كده؟ الله يخليك. ايش يا كده؟ عايزين نبدا برؤيتك للكادر الطبي، وفي حاجه كمان مهمه انت حضرتك قلت لي. انا عايز ابدا بمصر كلها. كل من سمعنا واللي سمعنا ومش مدور تلفزيون يقول لي اللي ما سمعناش، دعوات من القلب لثلاثه اطباء دول يا اخواتي يا اولادي، هم اولادي لانه كلهم الثلاثه اصغر مني، مصابين الان بالفيروس الملعون اللي انت قلت عليه وحالتهم مش كويسه، ولن ينقذهم سوى الدعاء. يا رب اشفيهم. جميع العلاج الاقصى حاجه اتعمل لهم، ناقص ربنا يتدخل بشفائهم. فدعواتنا استاذ الدكتور نبيل عرفه طبعا، كل الناس عارفاه طبعا، اول من مسك السونار في مصر، اول واحد مسك يعمل سونار للبط في مصر، اول واحد. شوفوا بقى الكلام ده من كام سنه. استاذ الدكتور بشر قناوي طبعا، استاذ الرمض اسطوره اسطوره وتلميذي انا درست له، وابني الحبيب من الحالات الحرجه الدكتور حسن خالد، الاستاذ الدكتور حسن خالد. دعواتنا الثلاثة دول ربنا يشفيهم، ان من غير تدخل القوة العظيمة الإلهية في الشفاء هيبقى صعب جدا، لان احنا استنفذنا كل الأسلحة. كورونا برضو كورونا ثلاثة، والثلاثة في المستشفيات مش في بيوتهم. فدعواتي الأستاذ دكتور نبيل عرفة ربنا يشفيه يا رب يشفيه ويتمم شفائه يا رب، دكتور بشر قناوي ربنا يشفيه، وابني العزيز الغالي الدكتور حسن خالد ربنا يشفيه. ده بداية، وكل من يسمعني رجاء أن يتوجه إلى الله بقلب سليم وبدعوة صادقة، مش بلسانه، بقلبه يا رب يشفيه. عشان ربنا يشفيهم يا رب يا رب. وإحنا بنشوف الحالات دي، حالات حقيقية إحنا جبناها من صفحاتنا ومن كمان رسائل مباشرة يعني من ناس. أنت قلت حتة كويسة جدا يا أيمن، حكاية الدكاترة وأنهم فعلا لازم الاهتمام بيهم. سواق التاكسي بعضهم، مش هعمم يعني، أما تيجي توقفه عشان تركب معايا يقول لك رايح فين، قبل الأوبر والحاجات العجيبة دي. الأوبر برضو رايح فين؟ الأوبر برضو رايح فين؟ يعني بس أنا عارف إن حضرتك مالكش تمام؟ يقول لك رايح فين؟ تقول له رايح شبرا، يقول لك لا ما بروحش شبرا. مش سكتي. إذا إدى نفسه الحق في الاختيار اللي هيتعامل معاه. مهندس، أنا عايز أبني عمارة، فين؟ في الحتة الفلانية، أنا ما ببنيش في الحتة دي. إذا إدى نفسه الحق أن يرفض. أن يرفض. ما عدا محامي. ما عدا الطبيب. محامي. المحامي مش عايز القضية مش عايز دي. ما أقبلش القضية. ما عدا الطبيب. دي لازم كل واحد تبقى في ذهنه، انا ما بختارش عياني، العين بيخش لي ما اعرفش معدي ولا لا، قبل ما يخش انا ما اعرفش عنده كورونا ولا لا، ما اعرفش عنده سل ولا لا، انا بقي وبقه بيبقى بينهم اقل من 30 سنتي وانا بكشف عليه. فالدكتور يا اخوانا ده يعني له منزله يجب ان تكون في المجتمع. انا واحد كان بيسالني، جت حاجة على التليفون كده، واحدة سويسرية بتقول انتوا بتدفعوا ملايين للعبة الكورة، هي دكتورة وانا مهيتي 3000 دولار في الشهر، سويسرية مش مصرية، خلوا لعبة الكورة يعالجوكوا، خلي الناس كلها تشوفها، دي بوست على التليفون موجودة للناس كلها على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا، واحدة دكتورة بتقول انا مرتبي 3000 جنيه، خلي قالت اسامي بس انا مش هكرر الاسامي، اللي واخدين ملايين دول خليهم هم اللي يعالجوكوا. فانا من جوه حزنت، لكن من بره ابتسمت، قلت فعلا لا حق، لا حق والله. الدكتور في الريف، تعال شوف عايش ازاي. لا عايشين حياه صعبه قوي. عايش ازاي؟ الشباب على فكره شباب الاطباء عايشين، لسه متخرج رئيس قسم، بس الكلام ده من سنين، وجالي ورقه ابني بيتعين معيد بعد الاطلاع على كذا وكذا وكذا، قرره مادة أولى تعيين السيد، خلي بالك من السيد دي،
السيد فلان الفلاني معيدا بقسم طب الحالات الحرجة. حلو. مادة 2 يصرف لسيادته، خلي بالك من سيادته دي، 40 جنيه مرتب شهري. لا خلي ألذ بقى. المادة اللي بعدها يصرف لسيادته برضه، أنا فاهم سيادته ليه، 15 جنيه بدل عدوى، بدل عدوى عشان خايفين علينا. طبعا النظام اتغير إلى حد ما، بس مش بالصورة اللي احنا عايزينها. الدكتور يا إخوانا، وأثبتت الكورونا كده، قبليها هي هي احنا كنا عرضة للموت، عرضة للموت، بس كورونا أظهرت القضية إن في ناس فعلا ماتت. في ناس ماتت كتير جدا من الأطباء وهم بيشتغلوا، ماتوا من فيروس سي وماتوا من أكيوت انفاركشن. حضرتك لو تشكيت وانت بتشتغل عملية خدت فيروس سي، لو تشكيت بإبرة وده هذا وارد جدا جدا، خدت فيروس سي من غير ما تحس. تخيل بقى احنا يصرف لسيادته دي، خلي بالك. الحالات في الكيس الأولانية برضو، يعني ست بتقول أنا عندي 70 سنة مصابة بالسكر من 25 سنة وضغط الدم من 15 سنة، السكر والضغط الاثنين مرتفعين رغم ان انا ماشي على النظام. الحكاية دي منتشرة جدا، ريزيستنت دايابيتس وريفراكتوري هايبرتنشن. صح. طب هي عايزة ايه بقى؟ لا انا اللي عايز اعرف ايه. مش احنا، مش هي بس، عشان 99% من المصابين بالسكر ومصابين بالضغط 99% فاكرين العلاج ادوية، ادوية بس، بس هم فاكرين كده، عمره ما يخف. العلاج ثلاث عناوين، انت خدت عنوان، انت بتتعالج بالتلت. في حاجه اسمها نظام غذاء، في حاجه اسمها نظام حياه. انا عندي كذا كتاب بذاكر منه الاوفر ويت، السمنه، اكتر من 8 كتب. والله يا ايمن ما في كتاب زي التاني، ما فيش كتاب زي التاني. الجراحه تتعمل امتى؟ ده مختلف عن ده عن ده عن ده عن ده. طب ده ياكل ايه؟ ده عن ده ده، ما عدا العنوان الاول بس. الثمان كتب مشتركين فيه العنوان الاول، اللي عايز يخس change the style of life of the patient، يغير ستايل حياته، ده مشترك فيه الكتاب ده والكتاب ده. فعلا ولقيته فعلا كده، واحد متعود يطول الليل يطول النهار يشتغل ويروح الساعة 7 بالليل مراته عامله له أكلة تمام، يروح واكل الأكلة بقى على معدة فاضية كل ده، ويخش يتفرج على التلفزيون وينام. طيب هنقول له قلل الأكل، مهما قلت الأكل هتعمل إيه؟ ده يغير ستايل حياته تمام. واحدة ست متعودة تاكل كل مثلا 3 مرات فطار كويس قوي وغدا كويس قوي وعشاء كويس قوي، ده ستايل حياة. دي أصعب نقطة في الرجيم، كيف تقنع المريض إنه غير ستايل حياته؟ إزاي تقنعه؟ هو عايش كده وبقى له 30 سنة، الست دي بقى لها 25 سنة عندها سكر وبتاخد الحقنة أو بتاخد الأقراص وبس، لكن لا اهتمت بنظام الأكل، عشان كده عمره السكر ما هينزل، ولا اهتمت بتغيير نظام. الست دي يا حاجة بتمشي كل يوم ساعة ولا الهواء؟ هتقول لك ركبي بتوجعني، ما هي ركبي بتوجعك عشان سمينه والسمنه مثلا، انا ما اعرفهاش، بس المشي وقله الاكل. انا عايز اقول للناس والله، سيدة عائشه رضي الله عنها، اصل معظم الناس يعني متدينين بفضل الله في مصر يعني، الحمد لله، بس ينقصهم الحقيقه. سيدة عائشه لها حديث صحيح، وكان يمر علينا 3 أهلة تشوف الهلال 3 مرات، يعني 60 يوم لا يوقد في بيت رسول الله النار، مفيش طبيخ يعني. يا حاجة ما بتطبخش شهرين تقدري تعملي كده؟ وكنا نعيش على الأسودين، المية والبلح. فالله اللي يقدر يستغنى عن أهمية الأكل والإنترست في الأكل ده، في واحد طول ما هو مروح بيحلم هيتعشى إيه. في ناس يا فندم من أصدقائي ستايل حياتهم مرتبط بالأكل بس، يعني قاعدين، وفي بقى في البيوت الزوجية رمز المحبة والأكل. طب بلاش يا أيمن، هقول لك أبسط حاجة، جميع مناسباتنا مرتبطة بالأكل، عيد ميلاد أكل، تعم عشيك مش بتسمعها،
يعني لو واحد جالك في البيت واديت كوبايه شاي يعتبر دي يعني قله كرم، لازم اوكله. جميع مناسباتنا، مولد النبي، اكل حلويات هتنزل، رمضان الناس تبتدي قبل رمضان بعشر ايام تستعد للاكل، مع ان كل الكلام ده عيد الاضحى، عيد الفطر، عيد كله. في اخواننا المسيحيين عندهم الغطاس عيد الشكر كحك، طب والعيد لحمه بعدين وعين نشتكي بعد كده بقى من السمنه ومن السكر. والله العظيم والله العظيم اللي يبطل اكل هيسلم جدا، هيسلم، هيعيش حياه راقيه جدا جدا. يعني كله خمس مرات في اليوم يا اخوانا، كله خمس مرات بس كل مره لقمه بورشنز، سمول بورشنز. يعني دايما الكلمه اللي بقولها، اطلبك اي لحظه في اليوم بالتليفون، يا محمد جعان؟ تقولي لا. شبعان؟ تقولي لا. حلوه دي. هو ده، هي دي اللي تعيشك زي الفل. اي لحظه في اليوم، الساعه 2 الساعه 3 الساعه 4 اي وقت، يا محمد بلاش يا محمد، حسين جعان؟ يقول لي لا مش جعان. طب شبعان؟ يقول لي لا مش شبعان. ما ناكلش الا من جوع، ولو كلنا ما نشبعش. اللي قاله سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وكانه استاذ في كل الطب، احنا بنعاني دلوقتي من ايه؟ من السمنه. هي دي السبب الاساسي. الست دي بقى نرجع لها تاني، التزمي يا حاجه بالاكل، نظام اكل قاسي جدا جدا جدا، والتزمي بنظام حياه مريح. انت عندك ضغط يبقى ممنوع الملح. هل عملتي كده عشان تقولي لي الضغط؟ وبعدين اعرضي نفسك على اي حد يشوف، جايز هناك سبب اخر، جايز الكورتيزون عالي، عندك كورتيزون عالي، والكورتيزون عالي لا هينزل ده ولا ده، لا السكر ينزل ولا الضغط ينزل، لان الكورتيزون عدو اصلي واساسي للانسولين، فهو جايز ما بتخفش لسبب ما، عندها نشاط في الغدة الكظرية يخليها ما تخفش، أو يكون حد كاتب لها دواء فيه كورتيزون وهي ما تعرفش. فدي نخلي بالنا كويس، والملح مهم جدا جدا جدا. واحد في العيادة عندي، أنت عارف أبو العريف، أبو العريف جاي والله ده وحشني جدا موجود بيقول لي يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الملح ده مش عارف إنه مفيد للجسم وانت تمنعني منه، كان هياكلني يعني. اصل بيني وبينك الاكل من غير ملح ما يتاكلش، ما يتاكلش. انا قلت ايه، اجرب زي العيانين، اعمل نفسي عيان واكل اكل من غير ما اعرف شكله، بس هتعود لو انا مجبر هتعود. فقلت له ايوه يا اخي، بس حضرتك مش عندكش فكره في نقطه مهمه جدا لازم كل واحد يعرف. لو جبت اكل بدون ملح خالص، بطاطس ما حطتش ملح، ورز ما حطتش ملح، وفراخ ما حطتش ملح، فيهم 7 جرام ملح. اللي هم بتوع ربنا بقى اللي بيقول لي كده. وبعدين 7 جرام ده رقم كبير مش قليل. فاللي بيحط ملح بيوصل ل 11 جرام. اللي بيحب الفسيخ والجبنه لا خطير، بيخش في ارقام غريبه. فالحاجه اللي بعتت هذه الرساله، ارجوكي ابعدي عن الملح، ارجوكي جوعي، ارجوكي اكشفي، لا يكون هناك عامل احنا مش عارفين. القصة الجاية بقى قصة فيها أكتر من منحنى، يعني محتاجين نقف قدامها لكل واحد حلقة لوحده. بيقول إيه؟ هو عنده 40 سنة، رجل ويعاني من ألم في الرجلين أثناء المشي، بس، والألم ده بيجبره على إنه يقف، ومعاه في نفس الوقت تراجع في الحالة الجنسية، في الحالة الزوجية، بدأ يحصل له ضعف في الجنسي. بيقول جملة بقى محتاجة كمان، يعني كل واحدة من دول حاجة كده، خايف أروح للأطباء فادخل في متاهة. ده على حد تعبيره، فهل من نصيحة؟ ده بقى اللي جاوب عليه أبو العريف مش أنا. طب أنت بعت لنا اللي خايف يروح للدكتور ده يروح لأبو العريف، هيقول له بص يا باشا ده غالبا لريش سندروم. ده اللي حضرتك بتشتكي منه ده في استراكشن في البايفركيشن. عندك في شريان اسمه الاورطه، ده اللي بيوزع الدم على الرجلين الاثنين،
فنهاية الأورطة قبل ما يوزع بيبقى في ضيق في ضيق كده، ده يضعف الحالة الزوجية، العلاقة الزوجية تبقى ضعيفة جدا جدا، ورجليك دي اسمها intermittent claudication اللي هي تتقلص رجليك وتجبرك على الوقوف لحد ما الدم يرجع تاني. ده لازم يكشف بسرعة جدا جدا قبل ما يحصل مشكلة هو مش عايز أقولها، مش عايز أقول له إيه اللي هيحصل لأن تبقى هيتفزع. فده يكشف بسرعة جدا جدا جدا. اللي بيمشي ما يعرفش يكمل المشوار ده ورجليه تتقلص، ده خطير جدا جدا جدا. ده متاهة إيه راجل؟ ده أنت اللي في متاهة، ده أنت اللي في متاهة إنك أنت تسيب نفسك كده. ما يمشيش هارت فيلير؟ لا صعب شوي. عشان الانترميتنت اصل الهارت فيلير هيمنعه من المشي النهجان، النهجان مش رجليه. انما ده بيكمل ورجليه توقفه على حد قوله. على حد قوله. الريش في بعض الناس بتنطقها ليري، ليريش. لكن هي اشهر ليريش في القصر يعني، بس هو فرنساوي. فرنساوي. ليريش. الليريش سندروم ده عباره عن تصلب شرايين ولا جلطة أكتر؟ لا ده خاص بيه، لا هو جلطة ولا شرايين بيه. ساعات جلطة سادل شيب إيمبلس، سادل شيب دي بتيجي على البايفركيشن كده. لكن ده إيديوباثيك، ده بتقفل لوحدها. تليف يعني، تليف الشرايين. وبعدين ده سهل جدا، ده دلوقتي بيتعالج بسهولة شديدة جدا. ده في حاجة اسمها دعامات، ده ممكن يعملها وممكن جراحة سهلة جدا. ده دعامة جميلة بتتحط على نفس الشكل. تعود لما كنت عليه. سنه كم سنة؟ 40 سنة. ده انت صغير جدا. يعني واحد 40 سنة ده خسارة. ليه تعمل كده؟ ليه تقول متاهة وكده؟ وطبعا ممكن الحالة الجنسية ترجع تاني، ترجع كويسة جدا، يعود كما كان، كما كان، ويمكن أحسن كمان. المتاهة، كلمة أروح في متاهة، كلمة دي يعني بسمعها كتير قوي. بسمعها كتير جدا جدا. انت عارف الوعي الطبي أيمن مهم قوي جدا. انا عملت حاجه الحمد لله بفضل الله، بفضل الله وحده، ان ابتديت اعمل وعي طبي في اسوان. حضرتك عملت وعي طبي في العالم العربي كله مش اسوان بس. لا على مستوى القعده بقى، على القعده بقى. وكده ابتدوا دلوقتي اي واحد شكوى بسيطه يروح للدكتور المختص يعني. فما فيش حاجه اسمها اخش في متاهه. ما هي المتاهه يعني؟ طب ساعات اقول لواحد ايه، انت محتاج عمليه تكميم، تمام؟ اللي بس مش دي خطر. اقول له طب يلا نحط الاثنين في كفتين، السمنه في كفه والتكميم في كفة. مين اخطر؟ جاوب. السمنه. اقول له السمنه، لانه السمنه خطر اكيد. تجيب لك 18 19 حاجه، التكميم عمليه، اي حاجه في الدنيا خطر. اي حاجه لها خطوره، بلاش خطر. في فرق بين خطر اكيد وخطر محتمل. محتمل. والمحتمل بتاعه 1-2%. يعني ما انا بقول له ايه، ممكن الواحد وهو بيعدي الشارع عربيه تخبطه، يقول لي اقول له بتحصل. يقول لي لا ما تحصل. اقول له لكن جايز العمليه كده، واحد بيعدي الشارع جايز عربيه تخبطه، بس يعني نادره يعني. انا سيده اشعر، بتقول انا سيده تشعر بتورم يومي حول العينين في الصباح، يزول بعد شويه من الصباح على اخر النهار يعني. قالت لي صديقتي ان ده من الحزن، حيث ان توفى جوزها من الكورونا من 3 شهور الله يرحمه، هل هذا صحيح ام لا؟ ده كلام مهم جدا. تورم العينين الصبح ويزول بالنهار، ده تورم نفروزي. ده لازم نفروتك. تروح تحلل تشوف بروتينات البول قد ايه وبروتينات الدم قد ايه، وقد تصل الامور الى عينه من الكلى، شوف الكوليسترول. وده المقلب بقى، ان الست نقول لها هي بتتكلم عن عينيها، نقول لها كلى، تقول لها ايه اللي جاب كلى لعيني؟ لكن هذا يا بنتي ده تورم نفروزي، ده خطير جدا. وعشان بيظهر في العين، عشان مش خطير حاشا لله ان انا اخوفك، لا، بس خطير انك تسيبيه، لان قد يصل الى مرحله مش لطيفه في الكلى. يعني احنا الكلى دي بنحافظ عليها بعينينا، لانها لو باظت يا غسيل يا زرع، مفيش حاجة تالتة. انت في مرحلة دلوقتي لو خدتي الدواء تبقي كويسة جدا، بس لازم تكشفي، لأن الحزن ما يخليش العينين تنفخ. السهر ينفخ العينين، بس الجفن السفلي فقط، الجفن السفلي هو اللي يورم بالسهر وبالحزن جايز.
انما الجفن العلوي بقينا بنتكلم في مساله تورم نفروزي. ده كلام مهم جدا عشان ننتبه للتفرقه بين الديفرنشال دايجنوز. خلي بالكم انه لطلبه الطب لما اقول لهم نفروتك تقلب برينال فيلير، تقلب برينال فيلير، بري رينال ورينال وبص رينال يعني. كان دايما عندنا سؤال جميل جدا يا ايمن، هل عيان مورم قوي ابتدى الورم يروح يبقى سعيد ولا مش سعيد؟ لا ساعات يبقى مش سعيد، يلطر، لان هو جايز يكون تحول الى فشل كلوي مزمن، والفشل الكلوي بوله كتير الورم يروح، فمش ما يفرحش قوي، لازم يكشف كويس. ده اسئله في الشفوي بقى. نسمع بقى ابو العريف حبيبك. ابو العريف اتفضل. ابو العريف سمعنا والنبي خف عشان الدكتور حسام بيه موجود النهارده، اتفضل. يا باشا بعد اذن سعادتك انا عندي اقتراح وعندي استفهام طبي ايديولوجي. ليه يا باشا في الطب بتقولوا امراض الذكوره وتقصدوا بيها الاعضاء الذكوريه؟ ليه يا باشا ما بتقولوش على الامراض الباطنيه امراض ذكوره؟ ما هو تلات ارباع الامراض دي يا باشا بتيجي تقريبا للراجل دونا عن الست. انا عمري ما سمعت عن واحده عندها القلب ولا الكبد ولا الضغط. الامراض الباطنيه يا باشا نادرا ما بتيجي للست. الستات بيعرفوا يطلعوا مكنوناتهم ويفشوا غلهم فينا ويصبوا علينا جم غضبهم. عندهم هرمون الاستروجين يخليهم كل شويه يعيطوا فينفسوا عن نفسهم وينكدوا علينا ويشيلونا هموم فوق همومنا. يا باشا من منطلق ان الراجل في مجتمعنا بيتحمل فوق طاقته ويشيل على دماغه اشي ضغط واشي قلب واشي سكر واللازم منه، فنحن مجتمع ذكوري. اول مره اتعاطف معاه. بتبقى كارثه. بس اللي قاله يعني قريب من الحقيقه. قريب من الحقيقه. يعني معظم امراض البطنه فعلا وامراض القلب اكثر في سفر الرجال. قبل انقطاع الدور. قبل انقطاع الدور. بعد انقطاع الدور يتساوي الست بالظبط في النسبه. اه. انما قبل انقطاع الدور طبعا الراجل لازم هو اللي يعني. حاجه طبيعيه جدا يعني. مش هو اللي بيشتغل ويتعب ويشيل الهم والكلام ده. كان في واحد برضه سالني هو مين احسن يعني ربنا عنده احسن الراجل ولا الست؟ فجاوبته اجابه جات لي جميله جدا 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 يعني. لما قلتها لك الكاف بقول لك ايمن كالاسد وليس الذكر كالانثى. الانثى عند ربنا دي يعني مفضله جدا جدا. طب ما جايز هو ربنا بيحبها اكتر عشان جاي بيحميها بالاستروجين. هرمونات الانثويه بتحمي الست طبعا طول فتره الدوره بتحميها. الوسطيه، ما معنى الوسطيه؟ الكلمه دي بنقولها كتير لكن اعتقد انها غايبه في مجتمعنا حتى من غير ما نشعر. احنا في اكستريميتيز يعني في احكام احيانا بيبقى فيها منتهى القسوه. السوشيال ميديا بقت فوضى عارمه. صح. بقت مليئه بالفوضى العارمه. لان انا شايف انها اكبر خطر عن نفسيه المجتمع المصري. انا شايف كده ومؤمن بكده ومش هغير رايي رغم ان انا موجود على السوشيال ميديا وبكتب حاجات. انا بحب اكتب على السوشيال، ما بحبش الفيديوهات بس بحب اكتب. لكن انا في رايي انها خطر شديد جدا. بقى ايه بقى المجتمع في السوشيال ميديا رمزه الاساسي هو تصدير التفاهه. التفاهه واقعد اتكلم على التفاهه. وللاسف بعض منصات الاعلام بتمشي وراها. والنم يا ايمن مش بس تفاهه، النم الغيبه والنميمه شديده جدا. والاحكام المطلقه والشجاعه والعنتريه المبالغ فيها. وبعدين انت تنقل اسرار ناس تطلعها على الملا كده، انا عمري ما شفت كده. يعني انا الحمد لله ان الحاجات اللي بتقول عليها دي انا ما اعرفهاش يعني. بس جت في نهايه عمري الحمد لله. لان لو كانت جت وانا قد ولادي واحفادي لا 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 كانت غيرني. دفنت هتغير. آه. الوسطيه يا ايمن هو مفهوم مش موجود. اما اجيب اي شاب وانا هقول في التلفزيون دلوقتي، البخل عكسه ايه؟ الكرم. ده مش صح. لا يبقى عكس البخل
الإسراف. الإسراف الإكستريم يعني ناحية تانية. الإسراف. الكرم ده في النص. هي دي الوسطية. الفضيلة وسط بين رذيلتين. الفضيلة وسط بين رذيلتين. أما أقول لك الجبان عكسه المتهور. المتهور مش الشجاع. أنا فهمت بقى. المتهور والشجاع في النص كله كده. فوظيفة الإعلام ووظيفة الدولة إن النشأ الجديد ده يعرف ما هي الوسطية. يعني أنا مثلا قيام الليل جميل وبحبه جدا جدا جدا، بس أين الوسطية فيه؟ إن ما ضيعش شغلي. ما ضيعش شغلي. صيام اثنين وخميس جميل وجميل جدا جدا، لكن ما ضيعش. فحتى الوسطية في الدين مطلوبة جدا. أنا بقعد مع كبار علماء بيتعجبوا من بعض تصرفات الناس اللي هي قمة القسوة عنده في الدين والعكس تماما. قل لي الوسطية في واحد قطع بنطلونه عشان شاف واحد مقطع بنطلونه. قل لي الوسطية في أم بتتباهى إن ابنها ما بيعرفش يتكلم عربي. تتباهى أصل ابني ما بيعرفش يتكلم عربي. هي موديه كده. أين الوسطية؟ يتعلم إنجليزي على عيني وراسي، بس اللغة العربية لغة القرآن، ومش هيعرف يقرأ القرآن بعد كده، مش هيعرف يقعد معانا، مش هيعرف يطلع يتكلم معاك. يعني لو حب يجي برنامج زي ده مش عارف يتكلم. فإحنا الوسطية نفهمها. ما هي الوسطية؟ الوسطية هي نعلمها لأولادنا. أما تعمل كده دي رائع، لا كده ولا كده. البخيل سيء والمسرف سيء، يمكن أسوأ. عشان كده في يعني واحد كان بيقول لي على آية إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، إن الله لا يحب المسرفين. قال لي ما الفرق؟ قلت له دي حسامية بقى حولها لك وروح أسأل فيها مولانا علماء الدين. إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب. إذا الإسراف ممكن أنا وإنت نعمله بس مش هيحبنا عملنا. إنما إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، يبقى قرش سقف الحرام تبذير، لأنه أخوان الشياطين. فقرش ساغ لو تصرفه، ما هو ده قرش جنيه فخمرة، فهو تبذير لأنه في الحرام. إنما الإسراف في الحلال. هو ده الوسطية، أن تكون معتدل في كل لبسك، كلامك، أكلك. أكلك لا تجوع نفسك ولا تعمل كده. الوسطية دي كلمة جميلة جدا جدا جدا، يا ريت نركز عليها لولادنا مش لنا ولنا. احنا هنكمل الوسطية، لأن الوسطية دي محتاجة حلقة لوحدها، هنكملها المرة الجاية. إن شاء الله. أستاذنا القمة العلمية الكبيرة والأسطورة الحية للعلوم الطبية، نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبهرتنا. الله يخليك. أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام وافي كان في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. كتير من الناس بتشتكي من المايه البيضاء، ودي قصه واضحه جدا وباينه جدا. وبرضو انا شايف ان الثقافه بتاعت الناس المفروض تتقدم في انها ازاي تكتشف مبكرا، ازاي تبقى عندها